بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعجاله بحول الله تعالى ساعين بعض حقائق لنا اللي خلات المسلمين ما يدعون الاسلام انهم في ظنك وانهم في مذله وانهم حياره وانهم لا يهتدون سبيلا، بيد ان الاسلام جاء لعكس ذلك، جاء للعز، جاء للكرامه، جاء للحرية في الاختيار. ربي ما يكون حد على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء يدعوا أنهم يتبعون من السنة هذه العطرة والسيرة العطرة وأنهم من خيرة المسلمين، بل أن من انشقاقهم عن الإسلام وتفرق شملهم وذهاب ريحهم كل هذا يؤكد انهم غير مسلمين يتعاطفون مع الاسلام. ممكن اما نقول هذا وهابي ونقول هذا من اتباع شو اسمه الاصلاح الفلاني ولا اتباع السني الفلاني ولا اتباع هذا الاسلام هناك واحد اسلام، لا اسلام مركب ومفبرك واسلام مشتت واسلام مشرق ومغرب، ولا اسلام فرنسي ولا اسلام امريكي ولا اسلام انجليزي ولا اسلام روسي، ليس هذا هو الاسلام. الاسلام هو الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى منذ نشأة الانسان على الارض، هذاك هو الاسلام، يعني تسلم امرك كله لله، يعني لا راي لك في هذا، تاخذ الكل ولا تترك الكل، سلا الود اوريا، هكذا يكون الفلاح في الكل. وإذا كان تؤمن بعض الكتاب وتكفر ببعض فأنتم في خسران مبين، وخاصة الذين يدعون الإسلام وهم أخطر الناس على الإسلام، لأنه يتقاتلوا اليوم في أي مكان في اليمن وغير اليمن وفي أرض الشام وفي مصر، عارف فيها فساد البلطجية والشرطة الفاسدة المتغطرسة والجيش العميل اللي هو في حالة مرضية كبيرة، وكل كم مرة لابد من علاج هذه الأوضاع برجوع المسلمين إلى حقيقة ما طلب منهم الله هو الاستسلام الكامل، ويبذلوا كل جهدهم باش يحققوا الإسلام في حياتهم الفردية أو الجماعية، ثم يهبون أنفسهم من بكل رضا في سبيل الله، لا تخشى أحد ولا تسبق تهديد. ورينا كم مرة قلت لكم القاعدين يصدروا عنه عالم أحكام، ليس هذا سيتم، بل سيتم عكس ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. بحيث السلفية ماذا فيها الصالحين ونحن منها، من هؤلاء من هذه الفئة، لكن السلفية اللي هي منحرفة هي التي تستعجل الأمور وتحمل نصر تو الكون ماذا كان يتمنى، بين أن الإسلام لا يقول بالغاية تبرر الوسيلة، احنا غايتنا ربنا مرضات ربنا، لكن ليس الهدف من القريب هو أن نقيم دولة الإسلام، ليس هذا الهدف، قد نكون احنا القلة القليلة وربي يخرجنا مكان في مكة والمدينة وتبقى الأمة القية الأخرى حثالة ما عندها حتى قيمة عند ربي، يسول الوجول على حسابهم وفعلهم ما يحسنون صنعه، ولم يقدموا شيئا من الأدب مع الله، ولم يعتقدوا أن الله حقيقة والله واعد والله يعلم السر وأخفى وهو اللي سيحاسب وهو سوف لا يظلم، يعني هالشتات هذه يبين اللي في داخل قلوب الناس وعقولهم ليس كويس، يعني في دغش وفي استيلاء، يعني استيلاء حاضر مو المسلم حاضر او المسلم حاضر. وقلنا المره يا ناس التلويح بالشعارات ليس من عاداتنا، نحن نتكلم كان بالقله وبالحكمه ولا نبتغي وجه احد ولا نخشى احد ولا نتلاعب مع احد، نحن عندنا قيم ارتضاها ربنا لنا نعيش بها وعلى ضوئها نسير، احب من احب كلمه كره. وإذا كما زالت النزاعات متواصلة فاعلموا أن الله حين يغضب يدمر، فلما آسف هنا انتقم منهم، واليوم يحبوا اقتصاد اللي سمح سواء كان في تونس ولا في الجزائر ولا في السعودية ولا مصر، هذا اقتصاد فكر صعب علاقتك بربي أنت وين تحط روحك؟ شنو اللي اخترته لنفسك؟
مادامك عندك الحرية وعندك مجال زمني ما زلت ترفع فيه. مش عملت فيه هذاك؟ مش عطاء إلهي هذاك؟ وكيف وظفته؟ وكيف شكرت عليه؟ وكيف خشيت المولى؟ وكيف أنا صدقت لله نخشى سواه؟ وانتم اليوم تخشوا حتى بعضكم. قال ابن وقال أنا في كلية ويخشى أخوه المسلم في الكلية ولا في الشيرة، يعني لكم ستعانوا على البر والتقوى. قال زميل زميلك في ماذا؟ في الهدم ولا في البناء؟ الهدم هو نفاق، من نفاق نهدم، والبناء هو بالإخلاص لله. هكذا تكون الزمالة المباركة. أين هي الآن؟ والأخوة أين هي؟ لذا لابد أن تقوا وقفة. أنا فيها نوع من محاسبة النفس قبل أن تحاسبوا، وخلوا الصحوة ترجع لكم، وخلي القلوب تلتقي على كلمة سواء لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام. ووقتها كلمتنا ستغرب العالمين جميعا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام نصر بالروح مسيرة شهر. كيف لا نكون على هذا المنوال؟ كيف لا نكون فعلا من المثل قوة ضاربة يخشاها القاسي والدان؟ لهذا لا أقول رأوا الإسلام ليس بالتحلل والتمني، لكن موقر الإيمان، خاصة الإيمان موقر القلب. وصدقه العالمين، الله يثبتنا فيما يحب ويرضاه، والله يجعل لنا السلامة في الدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى.